المقدم حافظي، حافظي كينطق بالكرة، الحافظي كيمرر الكرة، كرجع مرة أخرى فيفيو ما بينش بريو جميلة. الحافظي يعود للتألق من جديد. لاحظوا التمريرة كيفاش لعبات، طريقة جميلة، ثلاثة تمريرات وجه لوجه الحافظي وبطريقة حمزة بورسوق. حمزة بورسوق كيمرر عند مابيدي، مابيدي كيحافظ على كورتو كي بطريقة جميلة فرصة. إذن هدفين مقابل شيء، هنا الإعادة. لحظة التمرير هنا ما كاينش تسلل، كتمر الكرة كتلعب رأسية. نعم 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 نعم، هنا الصورة أمامكم واضحة. صابر كيرفع كرة جميلة ما فيهاش تسلل، فرصة لو ما أراد. شوفوا الإعادة، الهدف للوهلة الأولى ارتطم بالقائمة مقطوعة، كتلعب مرة أخرى البعثان تسديد. الإعادة، هاني بن عمر يسدد، وعبد الإله الحافظي صاحب التسجيل، صاحب الهدف هو الثاني له في هذه المواجهة. إذا كاروشي في التنفيذ كيرفع كرة دائرية هناك داخل منطقة العملية، تسديدة. هذا تطمات الكرة بالدفاع والسمويتيس، لكن محمد علي بن معمر يسدد في شباك ياسين الحظ. يا لا من أجواء هنا خاصة.